نعمل اكلات حلوه بقى، والجو ابتدى يبرد، والعدس بيكون حلو قوي في الشتاء، صح؟ ده صح، العدس، هو ده هو ملك والعدس الاكل ده ده. اكله رئيسيه عند المصريين اه طبعا، من ايام ده اجدادنا. بيتعمل منه طريقه زي الفول كده، بيتغمس وبيتعمل من العدس الفته ابو دي. جبه ده، العدس لا، العدس اللي هو الاصفر ده، اوكي وبيتعمل من الفته دي، ممكن بالشعريه مع العدس، ممكن العيش بس مع العدس. اوكي احنا هنعملها بقى النهارده بطريقه جديده. واحنا كمصريين بنحب العدس جدا، ويمكن من ايام اجدادنا المصريين الكبار العدس ده بالنسبه لنا حاجه مهمه ورئيسيه. طيب احكي لنا كده، احنا النهارده في الغالب على حسب الوقت عشان وقتنا بقى مزنوق شويه، ده ايه؟ دي فتة عدس فيها عيش، فتة عدس، عيش وعدس هنعمله، وبطاطس، وبطاطس محمرة على الوش، اوكي، وده ودي شوربة العدس اللي احنا سقينا العيش ده بيتسقي بالشوربة بيه، بتاعة العدس، فهي دي. وده صنف حلويات مش عارفين هنلحق ولا لا، بس يعني تمام، قوليها لنا كده دي او احنا بطاطا معاها تفاح مكرمل وقرفة وآيس كريم واحنا وحظنا بقى. ان شاء الله. طب هنبتدي بفتة العدس ونقول مقاديرها، اتفضلوا. العدس هنحتاج 2 كوباية عدس اصفر، و4 حبات جزر، حبه كوسه، حبه بصل، نص كوبايه كرفس، حبه بطاطس، حبه طماطم، فصين ثوم، ونص معلقه كركم. للشوربه 2 كوباية مرقه خضروات، معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره شطه، ومكعب زيت. وللتقليه معلقه صغيره ثوم، نص معلقه صغيره فلفل حامي، 2 معلقة كبيرة خل ابيض، ونص معلقه صغيره كزبره ناشفه. العيش هنحتاج 2 كوباية عيش، ده هنحمره في شويه زيت ونحط له فلفل حامي وثوم. وللتقديم رز بسمتي ومستوي وكوباية بطاطس محمرة. وكوباية بطاطس محمرة، اوكي اتفضلي. العدس عشان نعمله هنجيب العدس هنحطه اهو، وهنا ده كل الخضار اللي احنا قلنا عليه، توم والبصل والبطاطس والجزر والكوسة والكرفس. مش واضحة النار، اوكي ماشي تمام. هنزود لهم شوية مية ونسيبهم يستوي. اوكي يستوي النوايا، كل الحاجات دي تبقى خلاص مستويه تماما كويس. بعد كده بعد ما يستوي هنضربه بالهاند بلندر. هيبقى زي ده؟ هيبقى زي ده اهو. اهو استوى وضربناه بالخلاط بالظبط اوكي كده. طيب بعدين ده بنحط له شويه كركم، اوكي، وبنحط له شطة وكمون. تعالى نعمل التقلية، هنا مشغلين النار على التقلية، وطبعا هنزود له مية لان هو كده تقيل. هنشوف خطوته، احنا عملناها كلها هي جاهزة هنا. دي التقلية هنسيبها تشتغل لغاية لما نرص الطبق بتاعنا، ممكن طبق للتقديم. العدس ده اللي احنا جهزناه هنزود له شوية مية هيبقى بالشكل ده اهو. ده بعد ما بنزود المية هنا. طب قلبيه بقى عشان الناس تفهم، ونحط له مية. ده اللي هيتحط له مية هيبقى مين بالشكل ده. مية اي واحد ده خلاص كده جاهز. ثانية واحدة بس عشان ايه الناس تفهم احنا هنعمل ايه. ده كده هوت اللي هو العدس بعد ما اتضرب. بعد ما اتضرب حطينا له التوابل بتاعتنا، وبعد أوكي. كده هنزود له ميه على حسب ما احنا بنحب السمكه بتاعته تبقى عامله ازاي. اوكي وممكن اهي عشان ما يصبقش سايز كفايه انا حطيت بس اهو، ونسيبه يغلي غلوه هيبقى كده. اوكي طيب ممكن تبتدي تغرفي. تعالى بقى نغرفه. هنحط العيش المحمص. اوكي، والعيش ده هنسقيه بالعدس بتاعنا. ريحته حلوه قوي. التقليه جهزت ولا لسه؟ لا لسه لسه شويه. طب اغرفي انت وخلي خلي احنا بس محتاجين دي لا ده لسه لا طش. طب كده عملتي ايه من الاول؟ احكي للناس لو سمحتي. عملنا العدس، حطينا كل الخضار والعدس، وبعد كده سيبناهم يستووا، وبعد ما استووا ضربناهم بالهاند بلندر او في الخلاط، هيطلعوا بالشكل اللي هو شفناه. هنحط عليهم التوابل بتاعتنا ونزود لهم شويه مرقه، ممكن شويه خل بقى، ونعمل الايه التقليه. بس كده زي هننزل بيها كده في العيش ونكمل الغرف. هنحط بقى شويه رز. في بعض الناس بيحطوا عليها فراخ، كل واحد بقى وحسب. وفي ناس بتحبها بالعيش بس، مش بتحب تحط عليها رز وحاجات تانية.
كده. هو موضوع البطاطس برضه ده لطيف، هنغرقها بقى مش كده؟ نحط بقى كده، والبطاطس بتتحط في النص، ونحط البطاطس بتاعتنا بس كده. سهله جدا بصراحه، سهله وايه حط البطاطس وتشبع. في النص اهو بس كده. ممكن تحطي عليها برضو رشه، هي عايزه رشه كمون. ما احنا حاطين، لا عليها كده على الوش. طيب خلينا نسمع اغنيه لعندليب عبد الحليم حافظ، ها، ونرجع نعمل صنف الحلويات بسرعه. يلا بينا، يلا بينا. عملنا كده فتت العدس بالبطاطس، هنعملها بعد كده البطاطا مع التفاح المكرمل مع الايس كريم. يلا مزيكا. اسمي وذاق قلبي يا ابو، حب الريح ما يودي، الريح ما يودي، الريح ما يودي وياها. انا ماشي ولا بيدي، على حب الريح ما يودي، الريح ما يودي، الريح ما يودي وياها. انا ماشي ولا بيدي، معرفش ان كنت مروح ولا امتى الهوى حياتي. نعمل صنف حلويات لمشاهدينا الحلويات، وصنف شتوي. عليه ايس كريم بس مش مشكله، ناكل ايس كريم في نوفمبر عادي جدا. حلو، هو شكله حلو قوي بصراحه. البطاطا اللي بالايس كريم، قول لنا كده المقادير. تعالى المقادير. هنحتاج 4 حبات بطاطا مشويه، وللحشو 2 كوبايات تفاح مقشر، ونص كوبايه سكر، 2 مكعب زبده، ومعلقه صغيره قرفه، ونص معلقه صغيره نشا، ومعلقه صغيره عصير ليمون، وملح، رشه ملح. وللتزيين بسكوت وزبيب، الا حاجه اللي عندنا متوفره هنستعمل. وايس كريم، والايس كريم للي حابب برضه. يلا كده هنحط ايه على النار؟ شويه زبده طاسه سخنه، شويه نحط عليهم السكر، بنكرملهم مع التفاح. مظبوط بالظبط كده، هنحطهم قرفه اهي. دي بتحب قرفه كتير. وده ممكن يتعمل بيه الابل باي، الحشو ده اللي هي فطيره التفاح. فطيره التفاح، وهنا شويه الليمون اهو تفاح متقطع، استحسن يكون اخضر عشان ميبقاش فيه ميه. اقول لك على حاجه، لو استعملنا كذا نوع تفاح مع بعض بيدي فليفر، يعني طعم حلو جدا، مش نوع واحد اهو. خليط مع بعض كده. ممكن بقى برقوق تفاح، اي حاجه اللي عندكم، كمثرة، اي حاجه اللي عندكم، اللي تفاح يجيب برقوق يعني اللي موجود. موجود تمام. اللي هيستغلى ده وده يعمل الكراميل ده ويحطه في البطاطا وخلاص. بالزبط. مع شويه بسكوت.
ممكن مع شويه يعني. موز مع شويه موز بالظبط. ده هنخليه ان هو خلاص يستوي، هينزل التفاح ميه اكتر. بعد ما ينزل ميه كتير هنعقده بشويه نشا صغير بس كده. المفروض نسيبه على نار هاديه بقى ان هو يستوي. احنا هنا مجهزينه اهو. البطاطا المشويه دي انا بحطها بتتغسل كويس، وعلى الصاجه بحط ورقه فويل وورقه زبده، وبعد كده هتتشوي. التفاح هيطلع لنا كده. ده في الفرن ده التفاح فيه. البطاطا في الفرن. في الفرن التفاح اللي احنا عملناه اهو. هنحشيها بقى نوري الناس اهو. بنفتحها كده ونقوم عاملين لها بطاطا مشويه في الفرن عادي بالظبط اهي. بنهرس الشويه دول كده اوكي، ونروح اوكي نحط عليها بعد كده البسكوت والزبيب والمقص. اي سوداني اي حاجه موجوده عندنا، ولو في ايس كريم هنحط. احنا مش جايبين ايس كريم مش كده؟ لا مش جايبين ايس كريم. احنا اهي سهله قوي وسريعه جدا. بتتعمل كده الاولاد بيذاكروا وندخلها لهم وهم قاعدين، هيتبسطوا منكم قوي قوي. دلعوا اولادكم. وعلى فكره الدلع ممكن تبقى بحاجات شكلها بطيطة. حلو ورخيصه جدا، ومش ضروري تبقى الحاجات اللي بالشيء الفلاني بالظبط. اوكي ميرسي يا دعاء. احكي كده الناس عملت ايه النهارده. عملنا النهارده فتة العدس الاصفر، وعملنا بطاطا محشيه بالتفاح المكرمل والقرفه. شكرا ليكي ميرسي دعاء. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع ملكه الزومبا ما يعادل. خليكم معانا لو سمحتوا.